Mosaïque FM. دبع الموجة. هل هناك شخصيات سياسية مورطة في قضايا فساد سياسي؟ إيش تقصد أنت بشخصيات سياسية؟ شخصيات سياسية أو حزبية على الأقل، معناها لأنه وقت اللي تحدثت أنت على بعض المسؤولين الموجودين حاليا في السلطة، برشا ناس تحدثت على ربما وزراء، هذاك علاش اليوم سألتك، قلت لك تتحدث على مدراء، على مدراء عامين، وإلا تتحدث على وزراء أو شخصيات نحن سياسية بالنسبة وحزبية. نجم نحكي كان على الملفات اللي احنا حلناها للقضاء، لأنه فما ملفات اللي هي بصدد التحقيق. طيب. تكون فيهم معنا شبهات إلى غير ذلك، ونجم في الأخير نحن أنفسنا كهيئة نعملوا فيها قرار متاع حفظ لأنه ما توفرتش فيها طيب. القرائن ولا الحجج. نجم نحكي على الملفات اللي حلناهم للقضاء، وفي هذا معناها الإطار بطبيعة الحال من غير ما ندخل في التفاصيل. أعلى رتبة هم الناس مستشارين في رئاسة الحكومة، مستشارين في رئاسة الحكومة الحالية، متهمون بالفساد. أين يعني نحن عندنا معناها فيهم فما ملف متعلق بالحكاية الانتدابات، فما الملف الآخر متعلق بالصفقات العمومية وتضارب مصالح فيهم يخص كتاب مستشارين سمحني في الحكومة الحالية. طيب قديش من ملف؟ نعم قديش من ملف معناها قديش من شخص معني بهذه الملفات أو قديش من ملف فما أو زوز شكاية ملفات فما زوز مستشارين. طيب زوز مستشارين. طيب مش صار نطلع غلطين داكوغ.